السلام عليكم ورحمة الله. بنحب نرحب بكل المشاهدين معانا في اللقاء النهاردة، وبنحب نرحب بالمهندس عمر سليم. المهندس عمر سليم غني عن التعريف، يعني هو مؤسس بيم أريبيا، وهيكون معانا النهاردة في اللقاء خاص بالذكاء الاصطناعي وإزاي بيتم تطبيقه في العمارة. اتفضل مهندس عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شكرا للدعوة الكريمة وشكرا لمدرسة العمارة العربية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الذكاء الاصطناعي، وهنلاقي إن كلنا بنتعرض ليه بشكل يومي. يعني بشكل يومي كل واحد فينا بيتعرض للذكاء الاصطناعي أكتر من مرة. تقريبا كل المواقع حاليا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي. ده تعريف بسيط. دلوقتي في كذا تكنولوجيا بدأت تدخل حديثا، زي إنترنت الأشياء، الروبوتات، الواقع الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، المركبات ذاتية القيادة، تكنولوجيا النانو، البيانات الضخمة، التكنولوجيا الحيوية. كل الحاجات دي مرتبطة بشكل أو بآخر بالذكاء الاصطناعي، والبيم برضه مرتبط بالذكاء الاصطناعي. إنترنت الأشياء لو مفيش ذكاء اصطناعي هيبقى محدود جدا. الروبوتات لازم يكون فيها ذكاء اصطناعي. ليه؟ لأن الروبوتات أنت ممكن مثلا تبرمجه إن هو أبسط حاجة هياخد كورة يوديها لمكان معين، لو لقى باب مقفول أو لقى حاجة بتعيقه هيقف، هيفضل يحاول يعدي وخلاص. إنما لو عنده ذكاء هيبدأ إن هو يحاول إن هو يلف حوالين الحاجة دي. يعني لو أنت جبت روبوت ومبرمجه زي ما بنبرمج زمان، كنا بنقعد نبرمج بقاعدة إف، لو حصل كذا اعمل كذا، لو حصل كذا اعمل كذا، تمام؟ طب قدر حصلت حاجة غير الحاجات اللي أنا قايله عليها، مش هيقدر يتصرف، ساعتها يعمل إيرور. انما لو جبت طفل صغير عنده 3 4 سنين وقلت له اعمل الحاجه دي ولقى حاجه مقفوله، هيجرب الثانيه، هيجرب الثالثه لحد ما يوصل ليها. فلذلك موضوع الذكاء الاصطناعي عمل طفره قويه جدا، وهنفهم مع بعض ايه فكره الذكاء الاصطناعي. لازم نقعد كده مع بعض المفاهيم نفهمها قبل ما ندخل في فكره الذكاء الاصطناعي يفيد ازاي في العماره. من ضمن الحاجات الطريفه، دكتوره اعرفها اشترت كمبيوتر، الكلام ده في اواخر التسعينات، يعني كان لسه الكمبيوتر ده محدش يعني يعرف عنه معلومات كتيره، وبعد كام يوم عايزه تبيعه. طب ليه؟ هي لما سمعت عن الكمبيوتر انه حاجه حلوه وجميله وبتاع اشترته، رغم ان هو كان غالي جدا ساعتها، وهي فاكراه ان الكمبيوتر ده هتقول له مثلا ايه سعر الخضار بكام النهارده، يقول لها الشبشب فين، هيقول لها، تمام؟ ما كانش عندها تخيل للفكره، فكان عندها تصور غلط للحاجه. فده عشان كده هناخد شويه في المفهوم نفسه، تمام؟ فكره الذكاء الاصطناعي لازم نعرف فكره الذكاء نفسه. يعني الذكاء الاصطناعي هو بيحاول ايه؟ بيحاول يعمل زي العقل البشري، تمام؟ بيحاول يفكر زي العقل البشري. فالعقل البشري عنده ذكاء في ايه؟ عنده في الادراك، في ان هو يقدر يتعلم من نفسه، مش لازم احفظه كل حاجه، ممكن يتعلم حاجات انا ما علمتهاش ليه، تمام؟ يعني لو حد فاكر قصة حي من القزان، وحي من القزان قصة يعني أعتقد في 5 كتاب عرب أو 5 أدباء كتبوا القصة وسموه حي من القزان لشدة روعة الفكرة، إن في طفل بيترمي على جزيرة ولسه محدش علمه حاجة، وبيكبر وبيبدأ يتعلم مع نفسه وهكذا. فمحدش بيقول له دي شجرة، ومحدش بيقول له تاكلها إزاي، محدش بيقول له البس هدوم، محدش بيقول، هو كل الحاجات دي هو بيتعلمها من نفسه، بيتعلم ان هو يحمي نفسه ويصنع حاجات نفسه، رغم ان هو لما اتولد يعني بنص القران ما كانش عارف حاجه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، لكن ربنا خلى فيه خلايا عصبيه وخلى فيه عقل جوه الانسان يقدر يفكر. فهي دي الفكره، ان انا اقدر اخلي الكمبيوتر يفكر ويلعب لعبه انا ما قلتلوش عليها، تمام؟ يعني كان الناس تقول لك الذكاء الصناعي ان هو يلعب شطرنج، لا، الشطرنج يعني كان ده تحدي في فتره من الفترات، ولعب قدام كاسباروف، واول مره كاسباروف غلب 32 كمبيوتر، كان بيلعب مع ده لعبه ويروح للتاني لعبه، وبعد كده رجع غلبهم ال 32 جهاز كمبيوتر. ليه؟ لان هم كانوا شغالين بالطريقه التقليديه، حافظ الحركات. انما لما اي بي ام عملت جهاز فيه ذكاء اصطناعي بيطور من نفسه، قدر ان هو يتغلب على كاسباروف، بقى يحفظ الحركات ويبدا ان هو يتعامل معاه. هي دي فكرة الذكاء الاصطناعي، ان هو بيحاول، وحتى الآن ما قدرش يوصل، ان هو يحاول يقرب من الذكاء اللي موجود في الانسان، تمام؟
ومن ضمن الناس اللي شاركوا في الموضوع دوت عالم عربي مسلم اسمه بديع الزمان الجزري. ده عمل كتاب اسمه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل. الحيل دي المقصود بها العمليات الرياضية، تمام. هو كان عمل روبوت وعمله يتحرك وقدر يحول الحركة الدائرية لحركة ترددية، فقدر يعمل حاجات قوية جدا، تمام. فبعد كده دلوقتي اصبح ما بقاش تحدي ان انت تلعب الشطرنج. الشطرنج خلاص بقت لو دخلت على النت هتلاقي عشرات الالعاب مخصصه ان انت تلعب الشطرنج ديت، وهو بيلعب معاك بمستوى قليل عشان الناس ما تزهقش، ما بقاش التحدي مستحيل. طيب في لعبه تانية بيسموها جو، دي لعبه صينيه اصعب بكتير جدا من الشطرنج، وقدر فعلا ان هو يقدر يغلب بطل العالم في اللعبه ديت. فهم بيقولوا ان عدد الحركات اللي في اللعبه دي لا نهائي. يعني في الشطرنج مثلا انت عندك 16 في الاسود، 16 هنا، 32 هناك، لا 80 و80، فعدد الحركات تساوي عدد حركات الكون، عدد ذرات الكون. لكن هم ما عادوش يبرمجوه كل حركه، لا هم فهموا اللعبه بتلعب ازاي وخلوه يلعب مع نفسه وخلوه يشوف الالعاب بتتلعب ازاي وهو يبدا يتعلم منها، تمام. زي فكره السيارات بدون قائد، هو مش هيقعد يحفظه كل شارع، هو بيدربه ان هو يسوق ويخليه يتعلم من اللي حواليه ويتعلم من طريقه السواقه ويجرب ويغلط. بيجرب محاكاه على الكمبيوتر، وممكن يجرب 100,000 محاوله ويفشل، بس ال 100,000 محاوله دول في 5 6 دقائق زي ما نشوف مع بعض. الموضوع ما بياخدش وقت خالص، تمام. طيب في اختبار بيعرفوا بيه، يعني من ضمن الحاجات اللي يعرفوا بيه هل فعلا وصل للذكاء ولا لا، ان هو بيجيب انسان ويجيب مثلا روبوت ويخلي حد يكلمهم ويشوف هل هتكتشف ان اللي انت بتكلمه ده انسان ولا روبوت. ده من ضمن التحديات اللي موجوده. ده تحدي اسمه تحدي تورينج، قال لك لو قدرنا نوصل الموضوع ده، تمام. دلوقتي يعني انت مثلا حصل لك مشكله وبتسيب فودافون وبتلاقي حد بيكلمك وبياخد منك المعلومات وبيتعامل معاك وبتقفل وما تعرفش ده روبوت. هو ده الاختبار اللي هم بيعملوه، ان انت تقدر تقول الاله دي بدات تتعرف مثلا ان انت عصبي فتبدا تتكلم معاك باسلوب مختلف، تعرف ان انت هادي وهكذا، تمام. طيب احنا عندنا الذكاء الاصطناعي، تمام، وعندنا تعلم الاله، ده فرع من الذكاء الاصطناعي، تمام. يعني اي حاجه هنقولها في الماشين ليرنينج هي جزء من الارتفيشال انتليجنس، واي حاجه هنقولها في الديب ليرنينج هي جزء من الماشين ليرنينج. يعني الارتفيشال انتليجنس دي المظله الكبيره اللي تحتيها المشين ليرنينج، واللي تحت المشين ليرنينج هو الديب ليرنينج، وهنعرف كل واحده منهم ايه الفرق بينهم. في حاجات تانيه غير المشين ليرنينج تحت الارتفيشال انتليجنس، هي الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ان هو يتعرف على الصوت، وان انا مثلا لما اتكلم يحول يقدر يفهم الصوت، وفي ان هو يقدر مثلا لو انا بتكلم يحول الكلام ده لحاجه مكتوبه، او لما حد يكتب حاجه يحولها لصوت، تمام. في الرؤية، يعني العربية اللي ماشية دي بتكتشف كل حاجة قدامها، بتحلل في الثانية الواحدة جيجا جيجا من البيانات. تخيل كمية الداتا اللي العربية بتحللها كل ثانية، لأن هي بتبقى صورة مع الزمن، فكل ثانية بتيجي حاجة جديدة قدامها ويبدأ إن هو يعالجها ويبدأ إن هو يكتشف هل دي إشارة مرور، هل دي إنسان معدي، هل دي حاجة نقف لها ولا ما نقفلهاش. ده اللي الانسان بيعمله كل يوم وسائل العربيه من غير ما ياخد باله. فالسيارات هي بتحاول ان هي تدخل في المجال، وبعد فتره هتلاقي ان خلاص ما فيش حد بيسوق بنفسه، كله عربيات ذاتيه كده، وهتاخد دي فتره في كده في مشكله في النص، ان هم ليهم سرعه معينه واحنا سرعه مختلفه، فهتلاقي في دربكه كده في النص هتحصل، ان هم امتى هيقدروا يكتسحوا الطريق ويبقى الطريق كله للعربيات ذاتيه كده. دي اللعبه اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي هي ويكي، تمام. كميه حاجات كتيره جدا، فان هم يبرمجوا كمبيوتر ومش بيحفظوه الحاجات دي كلها، لا ده هو مش حفظ، ده هو بيبرمجه ويقول له العب مع نفسك، ويسيبوه بقى يلعب قصاد نفسه، ويسيبوه يحفظ الحاجات كلها اللي الناس لعبتها قبل كده لحد ما هو يقدر يتقنها مع نفسه، تمام. طيب عندنا حلول الذكاء الصناعي، تطبيقات الذكاء الصناعي، انترنت الاشياء، اتخاذ القرار، يعني المدير، تمام، ونركز بقى في النقطه دي. المدير مش هيبقى روبوت ولا هيبقى ذكاء صناعي، بس المدير يقدر يستعين بالذكاء الاصطناعي في اي مشكله بتواجهه، يبدا يتنبا بيها قبل ما تحصل،
هي دي الفكره من ان هو ان احنا نستخدم الذكاء الصناعي مش نخاف منه او نحاول ان احنا نهرب منه، لا هو كده كده هيجي. يعني لو في دوله قالت لا الذكاء الصناعي ده هنحرمه ومحدش يعمل في اي تجارب لان ده هيؤدي للبطاله، الدول التانيه هتتفوق عليك وهتخش في المجال، فانت لازم يكون ليك السبق. تمام. معالجه الصور، يعني كان نزل في مجله من المجلات الكلام ده في 2005 ان في ناس عملوا تطبيق ان هو يقدر يكتشف هل الصور دي محرمه ولا لا، يعني صور سيئه ولا لا. فقعدنا نفكر هيعرفها منين؟ ما اكيد عنده الصور كلها وهو اللي مصورها يعني. لا هو دلوقتي انت مجرد بترفع صورك على الفيسبوك بيقدر يعرف صورتك ويبدا يعلم عليها، يقول لك اعمل تاج عليها، وصور اصحابك كلهم بالاسم، يعني يقول لك ده احمد وده محمد وده كذا، حتى لو توأم بيفرق بينهم. انا عندي ما شاء الله بنتين توأم، اول ما برفع صور على الموبايل بيقول لي دي فلانه ودي فلانه، دي لين ودي تاليه، ما بيتلخبطش بينهم خالص. وعندنا علم البيانات، وده مهم جدا لو عايز تدخل في الذكاء الصناعي لازم تكون دارس علم البيانات. طيب وهنتكلم في موضوع البرمجه بس من ضمن الحاجات السريعه، البايثون مهم جدا لو انت عايز تدخل فيه. عندنا انواع ذكاء صناعي، النوع الاولاني اللي هو الذكاء الصناعي الضيق اللي هو متخصص في مجال واحد، يعني بيقول لك البرنامج ده كله ما بيعملش حاجه غير انه يلعب شطرنج بس، البرنامج ده بيلعب كذا في، وده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. الذكاء الاصطناعي العام لسه ما وصلناهوش بس بنحاول نوصل له، ده الهدف بتاعنا في السنين اللي جايه، اللي هو ايه؟ ان انا اي مهمه فكريه الانسان ممكن يقوم بيها هو يقدر يعملها. الذكاء الاصطناعي العام. في بقى الذكاء الاصطناعي الفائق اللي هو يتفوق على الانسان، وده حتى الان ما فيش حد بيفكر فيه ولا حد بيقرب منه، لسه قدامنا كتير جدا لان احنا لسه ما وصلناش للذكاء الاصطناعي العام، لكن الناس خايفه منه ان هو يحصل انفجار في الذكاء، ان هو ذكاء صناعي يقدر يعمل ذكاء صناعي متطور، وهو المتطور ده يعمل واحد احدث منه، هو يطور نفسه بنفسه، فنلاقي نفسنا مش قادرين نسيطر عليه وهو بيطور نفسه كل ثانيه بثانيه، فده لسه في المستقبل. طيب ايه فكره الذكاء الصناعي؟ عندنا الذكاء الصناعي في سوبرفايزد ليرنينج وفي ان سوبرفايزد ليرنينج. يعني سوبرفايزد انا بقول له على كل حاجه، يعني بجيب مثلا ايه، اوريه صور كلاب واوريه صور قطط، تمام، وهو بعد كده يبدا واقول له دي قطه ودي كلب ودي قطه ودي كلب وهكذا، انا كده السوبرفايزر انا المشرف عليه، تمام. هو يبدا يقسمها ويبدا يعمل لي ريجستريشن، يبدا يعمل خط منحدر بحيث ان هو يتنبا باللي هيحصل بعد كده، يعني درجه الحراره ما تزيد او البيتكوين بيزيد وهكذا. الان سوبرفايزد ليرنينج لا، انا بدي له برمجه معينه وهو يبدا يعمل كلاستر، يبدا يشوف المجموعات اللي ممكن تتقسم، انا ممكن اقسم دول لكذا وكذا، تمام وهكذا. طيب خلينا اوريك مثال، مثلا ده برنامج اشتغلت عليه كنت بدربه على ان هو يعرف انا بشرب قهوه ولا ما بشربش قهوه، تمام، يعني بصور كذا مره وانا معايا القهوه وكذا مره وانا مش معايا القهوه، وهو يحاول يعرف الفروقات وانا بقول له من الاول، يعني دي سوبرفايزد ليرنينج، بقول له في برنامج مش هيفتح البرنامج، بديله صور، تمام، واقول له دي بالقهوه ودي مش بالقهوه، او ممكن مثلا معايا قطه ومره تانية معايا كلب، وهو يبدا يكتشف الفروق بينهم. على فكره فكره القطه والكلب دي فيها افكار كتير قوي، يعني هيقدر يفرق بينهم ازاي؟ اما حاجه يا اما بسوبرفايزد انا بقول له ان دي قطه ودي كلب، او بسيبه هو يكتشف، فممكن يكتشف مثلا بالحجم، لو حجمها كبير يبقى كلب، لو حجمه صغير يبقى قطه، تمام. بس هيفاجئ بقى ان في جرو صغير كلب صغير فشل فيه، فانا ساعتها ابدا ايه اديله عينه تانية. انا في الاول بديله تقريبا اربع اخماس الحاجات كتريننج، وبعد ما اتدرب عليها كويس اديله بقى حاجات كتيست، ابدا ان انا اشوف هل فعلا هيقدر يكتشف الحاجات دي ولا هيبقى فيها مشكله، تمام. طيب ده مثلا اهوت، ده وصلنا مع بعض قعدنا نجربها لحد ما وصلنا 100%، قهوه مش قهوه، قهوه مش قهوه. دلوقتي لو انا اتصورت هو اوتوماتيك بيبدا يلقط، تمام، بيقول لي الكاميرا مش شغاله، تمام، فعشان انا طيب بيبدا يلقط يفهم هل انا بشرب قهوه ولا مش بشرب قهوه. طيب عندي حاجه ثانيه وهنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، reinforcement learning، يعني بخليه يدخل اللعبه ومن خلال اللعبه بيبدا يكتشف من تجربه وخطا، يعني انا مش بقول له اللعبه تلعب ازاي،
تمام، لو انتوا فاكرين كان في ساعات عصايه كده وفي كره بتطلع تخبط في الحاجات وتنزل، انا اخليه يجرب، هو مش فاهم حاجه فتقع فيخسر نقط، فهو بيتعلم من ايه؟ ان هو خسر نقطه، اه ده انا كده كنت المفروض اعمل حاجه تانيه، طب يجرب بقى التانيه وشوف هيكسب ولا يخسر، يكسب ولا يخسر. تمام، دي الريانفورسمنت ليرنينج، بيكتشف الصح والغلط من خلال ان هو بينزل الملعب ويلعب. تمام، دخل في جون فيعرف ان هو خسر فيتجنب ان هو يخسر، وقعد يجرب 100,000 تجربه، بس ال 100,000 تجربه دول في ثواني انا ما بحسش بيهم، لكن في الاخر هو بيتعلم العاب وافكار انا ما اعرفهاش. تعلم الاله المشين ليرنينج ان انا هو بيقدر ينفذ حاجات انا ما كنتش قايل له عليها، اكتشف حاجه جديده ويقدر يتعامل معاها، هي دي الفكره. تمام، يقدر يحلل البيانات ويقدر يتنبأ باللي هيحصل بعد كده، ولو حصل اي مشكله بيقدر ان هو يتعامل معاها، ودي مهمه جدا. ممكن مثلا يكون عندك درون مثلا بعت يصور حاجه ولقى مشكله، فبدل ما يقف لا هو يبدأ ان هو يتعامل معاها. دي حاجات في الماشين ليرنينج. خلينا ايه، طيب التعلم العميق هنبدا نشوف بعض الفيديوهات ونبدا نشوف حاجات عمليه للتعلم العميق. التعلم العميق انا ما بقولوش هيعمل ايه، وانا ما ببقاش عارف نفسه بيعمل ايه، هو عامل زي صندوق اسود انا حطيت فيه بعض البرمجه ان هو يقدر يتعامل مع الحاجه، هنشوفها فيديو دلوقتي نشوف عمليا ازاي بتتعمل. كان في انسان صغير ما تعرضش للتجربه دي، وبيبدا الخلايا العصبيه هي اللي تبدا ان هي تفكر في الموضوع، فتبدا ان هي تلمس الحاجه. يعني على سبيل المثال عندك مثلا ايه، بيضه وبرتقانه، فانت بتلمس او اكتشفت ان دي مثلا بيضه، لا اكتشفت ان دي برتقانه وهكذا. تمام، تعال نشوفها مع بعض، تعال نفتح الفيديوهات تاني. الارتفيشال انتليجنت ده المظله الكبيره اللي تحتها المشين ليرنينج، اللي تحتها الديب ليرنينج، فاي حاجه بنقولها في الديب ليرنينج هي في المشين ليرنينج، واي حاجه بنقولها في المشين ليرنينج هي في الارتفيشال انتليجنت. تمام، طيب خلينا مثلا نشوف سمايلي فيس، هو مثلا عندي هنا بعض الحاجات، فهو عايز يبدا يشوف ايه الحاجات القريبه من بعض، الحاجات اللي هي تقدر تشكل. تمام، خلينا مثلا نعملها بالشكل دوت، فيبدا يشوف ايه الحاجات الجروبات اللي فيها صفات قريبه من بعض، مثلا الكلب والقطه اللي احنا بنتكلم عليهم الحجم ما ينفعش، طب ممكن نجرب حاجه ثانيه، ممكن نجرب مثلا طول الودان، طب طول الديل، طب وهكذا، يبدا يحط كذا واحده ويبدا يشوف. هنا يبدا يشوف ايه المجموعات اللي هنا، تمام، يبدا يحطهم في جروبات مع بعض، بينما انا لو زودت كده شويه هتلاقي العمليه اختلفت، وتلاقي كل دول خدوا حاجات قريبه من بعض. تمام، خلينا نعملها كده، هيبدأ يجمع الحاجات الصفات المشتركة مع بعض. طيب خلينا نشوف الذكاء الصناعي بيلعب لعبة هنا، ده بحث قوي جدا يعني في الذكاء الصناعي. حصل ايه؟ عمل جيشين، عمل فرقتين، فرقة اللي هي اللصوص بيحاولوا يستخبوا من الضباط الشرطة، فبدأوا يحطوا أفكار الناس نفسها المبرمجين ما كانوش يعرفوها. تمام، يعني هم قالوا لهم ايه، ابدأوا بقى شوفوا هتستخبوا ازاي، فبدا دول يستخبوا ودول يقبضوا عليهم، فقال لك طب ما انا ممكن احط الصناديق دي اسد عليهم مكان عشان ما يقدروش يدخلوا ليا، فالفكره دي ممكن ما كانش عامل حسابهم فيها، وبداوا يهربوا من اللعبه اصلا، يعني اكتشفوا ثغره في اللعبه واستغلوها. تمام، حطوا اول حاجات فالتاني ما قدرش يهرب، فبعد كده بداوا يحطوا لهم حاجات. تمام، شايف المثلث ده؟ المثلث ده من خلاله يقدروا يدخلوا جوه الغرفه. تمام، فدول بقى قال لك ايه، خلاص احنا ممكن نبقى نسرق المثلث ده وندخله جوه قبل ما نبدا نلعب اللعبه دي. تمام، بص سد المكان، فالتاني قال لك طب ما انا ممكن استعمل المثلث. الجيشين بيطلعوا افكار احنا ما كناش مش مبرمجينهم عليهم، ما نعرفش. تمام، دخل المثلث، فالتاني بقى اكتشف ان المثلث ده ممكن يخليه يخرج بره اللعبه، وبدا يسرق المثلث ويدخله جوه قبل ما يبدا اللعبه.
سرق المثلث اهو دخله جوه وبعد كده قفل، وروني بقى تدخله ازاي. وبدأ ان هو يقفل المكان عليه بحيث ان هو وهكذا. فبدأ في جيشين يطلعوا افكار ما كانتش موجودة قبل كده، تمام. وهنا الراجل ده اكتشف حاجة، ان هو لو حطه هنا يقدر يخرج بره البتاع، خرج بره اللعبة. فده فكرة الـ reinforcement، ان انا بدخله في اللعبة وهو يبدأ يلعب، تمام. هنا بقى فكرة ان هو يركن السيارة، تمام. ده تجربة مثلا قعدوا 10,000 مرة يجربوا لحد ما فعلا العربية بدأت تعرف تركن، خلاص كده بقت أشطر من أي حد بيركن بعد كده، تمام. كل دي تجارب بيحاولوا ان هم ايه يركنوا العربية بتاعتهم. لحد ما في الآخر خلاص بدأ يركن العربية بدون أي مشاكل خالص. طيب ده فيلم من ضمن الحاجات، انا هحط كده شويه افلام في النص. ده فيلم مسلسل كنت اتفرج عليه، بيرسون اوف انترست، ان في ذكاء صناعي موجود بيقدر يتنبأ ان في عمليه ارهابيه هتحصل، او في عمليه قتل هتحصل، او في مشكله هتحصل بعد يوم او يومين او ثلاثه. قبل ما بتحصل بكذا يوم يتنبأ ان في مشكله هتحصل. هو مش بيقرا الغيب بس، بيبقى عارف مثلا ان في حد متوعد بحاجه، او في حد اشترى مخدرات، او في حد اشترى سلاح، فيبدا يبعت لهم الرقم. هم ما بيعرفوش ليه، يعني مش بيقول لهم انا شاكك في الراجل ده عشان عمل كذا كذا، لا، بيديهم الرقم الاي دي بتاعه وهم يبداوا يحللوا ويعرفوا سبب المشكله دي. الديب ليرنينج مشكلته ان انا ما بعرفش هو تنبا ليه بالحاجه دي، ليه هو خد القرار ده انا ما اعرفش، يعني المبرمج نفسه مش عارف. في مره من المرات مثلا كان في ذئب وفي كلب، الاثنين شكلهم قريب قوي من بعض، ما حدش بيقدر يفرق بينهم. فلما ادوا للذكاء الصناعي قدر يفرق بنسبة 100%. عن طريق ايه؟ اكتشفوا عن طريق الخلفية، ان الخلفية ما دام بيت يبقى ده كلب، لو الخلفية جليد يبقى ده الذئب دوت، وهكذا. فقدر يوصل لحاجة غير اللي هم كانوا عايزين يبرمجوه ليها، تمام. فمشكلة بقى الديب ليرنينج ان انا ما اقدرش مثلا كمثلا جيش اعتمد عليه. ليه؟ لان هو ممكن ياخد قرار انا ما اعرفش ليه. ممكن ياخد قرار مثلا يقول لك ايه، انا هقضي على نص البشريه عشان النص التاني يعيش، او انا هموت ده لسبب معين، تمام. فانا ما بقاش عارف هو ليه خد القرار دوت. وبالتجارب حصل بعض التحيز لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم. دي من ضمن الحاجات اللي في الذكاء الصناعي، ان هو يقدر يتعرف على الوجوه ويعرف هو قلقان او مش قلقان. ودي بيستخدم في المطارات، يعني مطار دبي وابو ظبي، في ان هو على طول لو لقى حد متردد يبدا يبعت للضابط، يعني ما يقبضش عليه، لا، يبعت للظابط يقول له انا شاك في الشخص ده، فهو يبدا يتكلم مع هل دي رهبه السفر ولا هو معاه مخدرات او حاجه زي كده. طيب الماشين ليرنينج العاديه، انا ببدا ان انا اقول له دي كذا ودي كذا والحاجات دي كلها. في الديب ليرنينج لا، انا عندي خلايا عصبيه موجوده، هو بياخد المعلومات ويبدا ان هو يحللها. لكن الخلايا العصبيه دي معقده جدا، فما بقاش قادر افهم هو ليه خد القرار. تعالوا نشوف الفيديو دوت. هنا بدأ ان هو يخلي فيه مثلا 10 عربيات تتحرك، ويشوف واحدة فيهم مثلا وقفت فبيبرمجها بعد كده، وهكذا. دي مشيت شوية كمان، طب جربه تاني. لو انتوا فاكرين لما بيكونش فيه نت فيه ديناصور كده بيقعد ينط، نفس الفكرة، انت بتخلي عدد كبير يتحرك ويبدأوا ان هم يفشلوا ويبدأوا، والخلايا العصبية بتبدأ ان هي مثلا دي مثلا الجزء اللي بيلمس، فمثلا حاسس بحاجة خشنة، حاسس بحاجة كذا، اللي بعدها يبدأ يحلل حاجة تانية، اللي بعدها يحلل حاجة أكتر، لحد ما يوصل ان هو يفهم الحاجة دي بالظبط ايه. لحد ما في الآخر عشان ما أطولش عليكم، بيبدأوا ياخدوا المسار كله مظبوط بدون أي مشاكل خالص. لما بيتبرمج صح تقدر تديه مسار جديد توديه شارع هو ما راحش فيه قبل كده، تمام؟ يقدر يوصل حتى لو هو ما كانش اول مره يشوف الطريق، يعني هو مش بيحفظ طريق واحد، لا، هو عنده الفكره اللي يقدر من خلاله يتعامل معاها.
لكن خليه يجي الدائري كده ويسوق تحدي. طيب هي دي بقى الفكرة. يعني انا مثلا سواء مثلا الكاميرا اللي بتراقب الناس او العربية، بيبقى في كذا لير موجودة من الخلايا، تمام. اول واحدة فيهم بيبدأ يتنبأ مثلا بحاجة، اللي بعديها تبدأ تحلل اكتر، اللي بعديها، ودي بتاخد بيانات من دي ودي ودي، ودي بتاخد بيانات من الثلاثة دول، بس بتدي لكل واحدة فيهم قيمة اعلى من الثانية، بحيث ان دي والله هتفرق معايا اكتر، دي مش هتفرق معايا، وهكذا، تمام. واللي بعديها يبدأ يحلل ده وجه، وبعد كده ده يخش في تفاصيل اكتر، لحد ما بالاوتبوت بيديني المعلومة. المشكلة بقى ان الجزء اللي جوه ده في الديب ليرنينج معقد جدا، فمبقاش عارف التفاصيل بتاعته، تمام. فعندي تعلم قدر الاشراف، وعندي تعلم غير قدر الاشراف. طيب على سبيل المثال، ممكن التعلم القدر الاشراف هديله صور مثلا، اقول له ده مبنى سكني، ده مش مبنى سكني، وهو يبدا يشوف المنحدر ويبدا يستنتج القيم اللي جه بعد كده. والانسوبرفايزد بديله صور وهو يبدا يحاول يفهم ويبدا يعملهم على هيئه مجموعات. فالسوبرفايزد ممكن اديله معلومات بس زي المكان، امتى الحمامات، عدد الغرف، مساحه الحاجات. ممكن من سوبرفايزد بديله كل معلومات المناخ والطقس والحاجات ديت عشان يتنبأ بالنتائج اللي بعد كده. الان سوبرفايزد لا، ما بديله بس خوارزميه معينه هو يبدا يتحقق. السوبرفايزد بينفع في البيانات القليله، انما الان سوبرفايزد الديب ليرنينج محتاج معلومات كبيره. الديب ليرنينج بيستفاد قوي من ثوره المعلومات. يعني لو انا قلت مثلا عايزين نحلل بيانات، عندنا مثلا بدون دخول في السياسه، عندنا اثنين مرشحين نفسهم في الانتخابات، تمام. لو انا خدت شريحه صغيره مثلا لمثلا 100 واحد، 1000 واحد، مش هيتنبؤوا مين اللي هيفوز في الانتخابات. انما لو انا خدت شريحه كبيره جدا زي ما حصل في رئيس امريكا اللي قبل كده، رئيس امريكا ترامب، تمام، قدر يستفاد من قوه المعلومات ديت، وقدر ان هو يعمل اعلانات موجهه من خلال، اولا هو عرف ان يعني قدر يتنبأ بالنتيجة شوية من خلال ان هو شاف على الفيسبوك مثلا مليار واحد، فقدر يعرف امريكا مثلا فيها مثلا مش عارف كام مليون، قول مثلا 200 مليون، قدر يشوف مين اللي ممكن ينتخبه ومين ممكن ما ينتخبوش. اللي هينتخبه نزل له اعلان مخصوص ليه، انزل الانتخابات. اللي مش هينتخبه نزل له اعلان مخصوص قطع الانتخابات، فبقت اعلان موجه بيظهر لك انت حسب انتمائك من غير ما انت تشعر. دي كانت من ضمن الحيل، وحيل كتيرة جدا عملوها في موضوع الانتخابات، تمام. فالسوبرفايزر بقعد اقول له دي بطة، دي ارنب، لا التاني بديها له حاجات من غير ما اقول له ايديا، فهو يبدا يحطهم في مجموعات زي ما شفنا في الوجه المبتسم، بيبدا يشوف الحاجات المرتبطة مع بعض. هنا كلب وقطة، هو بيبدا يشوف المعلومات ويبدا ان هو يحللها، ويبدا في الاوتبوت يقول لي ده كلب ولا قطة. ودي تجربة انا عملتها فعلا من غير كتابة اكواد وطلعت مظبوطة. هو بيبدأ يشوف بقى ايه الحاجات اللي مشتركة، بحيث ان هو يقدر يفرق بينهم. وعلى فكرة كل حاجة انا كاتب لكم الكود بتاعها هنا، لو انت عايز تشوف تطلع على الكود وتطلع على التجربة، تقدر ان انت تدوس وتبدأ تشوف كل المعلومات اللي انت محتاجها. ده الكود اهوت، لو انت عايز تكتبه، لو انت مبرمج كود جاهز تقدر تاخده كوبي بيست وتقدر ان انت تبرمج بيه. طيب نرجع هنا مثلا، خلينا نشوف الفيديو دوت. ده عمل ايه؟ خلاه يلعب لعبة الديب سوبر ماريو، تمام، وخلاه يغلط، يلعب ويغلط، يلعب ويغلط، لحد ما اصبح محترف في اللعبة دي. تمام، دي اللعبه اللي هي بتاعت التعبان اللي احنا كنا بنلعبها. احنا ما بنعرفش تكسب امتى وتخسر امتى، وهو بيقعد يجرب. ده اكتشف لما بيلمس الاحمر بيكسب وبيطول شويه، فبيبدا يلعبها تاني وتالت ورابع وهكذا. دي برضو في موضوع الباركينج، عمل كم محاوله، انا مش فاكر الرقم بالظبط، اهو عمل 200,000 محاوله لحد ما في الاخر بيدخل يركن بدون مشاكل خالص، تمام، 310,000 محاوله، تمام. بس الحاجات دي ما خدتش منه سنين،
ولا حاجة اتكسرت، ده كله على الكمبيوتر. برضو اللعبة ديت اللي احنا قلنا عليها. طيب دي شبكات العصبونية الاصطناعية، دي شبكات زي ما شفنا ان انت في جزء في الاول بيبقى انبوت بيلمس فبيحس او بيشم او بيشوف، وبعد كده بينقل المعلومات ويحللها لحد ما يوصل في الاوتبوت يديني المعلومة اللي انا عايزها، زي ما بيحصل في الانسان بالظبط. تمام. فاصبح الذكاء الاصطناعي، تعال نشوف الخوارزمية ديت. دي نفس الفكره بالظبط، انا عندي هنا حاجات الانبوت تمام، وعندي هنا دي الهيدن لاير، ممكن تزودهم زي ما انت عايز، بقى عندي 3 4 ليرات. هياخد وقت في التحليل، يعني كل ما بزود الليرات كل ما بياخد وقت، لكن بيديني معلومات ادق. بقول له رن فبيبدا يحلل البيانات. تمام. كانك مثلا ايه، كانك مثلا عندك برتقانه وبقول لك المسها لمسه صغيره وخلاص، وشوف وانت مغمض عينيك هتعرف دي ايه، ولا هخليك تلمسها اكتر من مره بحيث ان انت تاخد المعلومات، وفي الاخر يبدا يجيب لي نمط معين. هو بيعمل حاجه اسمها موديل، من خلال الموديل ده يقدر يستنتج اي معلومه تانية هديها له. يعني لو اديته حاجه هو ما كانتش موجوده في التستنج في التجربه، يقدر ان هو يستنتج. طبعا هو يقدر يعد ما لا نهايه، بس في الاخر هيقدر اول ما يشوف اي معلومه يقدر ان هو يحللها. تمام. وتقدر تزود الخلايا العصبيه في كل لير عشان يديك تحليل اكتر. طبعا ممكن التحليل ده مثلا يكون السهم بتاع البورصه هيطلع او ينزل، طب في احتماليه لحدوث حرب بيننا وبين الدوله الثانيه ولا لا، وهكذا. وفي اللي هي من ضمن الشبكات بقى، في شبكه توليديه. تمام. بتعمل ايه؟ بتولد حاجه ما اتعملش قبل كده، زي ما نشوف ان انا ممكن اولد صور لناس مش موجودين في الحقيقه. تمام. اسمها جينيريتيف ادفيرسيال نتورك، جي ان، شبكات توليديه خصوميه. بتعمل حاجات ما اتعملتش قبل كده، بتفبرك حاجات. تمام. دي امثله للشبكات العصبيه، كل شبكه فيهم قصه ويعني حكايه. تمام. ده هنا مثلا بيبدا يحلل الشبكات العصبيه التلفيفيه، دي شبكه تانيه، بيبدأ يحلل الصورة ويبدأ معالجة أولية، وبعد كده يبدأ يقسمها. يعني هو بيتعرف على الشخص إزاي؟ المفروض مثلا كل صورة بيبقى فيها 100 بكسل كده و100 بكسل كده، يعني 1000 بكسل. هو مش بيبدأ يبص على ال 1000 بكسل، لا، بيبدأ يجمع البكسلات اللي بتكون الفم، بيبدأ يتعرف عليها، الأنف، العينين. تمام. ويبدأ يحلل كل واحد فيهم، فيعرف ده الشخص ده فلان، أو يعرف هو مبتسم أو مش مبتسم. تمام. القطه بيبدا يحلل الميزات البسيطه اللي فيها لحد ما يوصل ان دي انهي حيوان موجود. تمام. وده اللي بيحصل برضو في العربيه طول الوقت، هي ماشيه بتشوف كرسي، بتشوف عربيه قدامها، بتشوف وش، حاجات زي كده. العربيه طول ما ماشيه بتبدا تشوف الحاجات وتبدا انها تحلل الاجزاء وهكذا. دي تجربه ظريفه ان هم لما صوروا الصوره اللي هي على الشمال دي قدر يتعرف على كل حاجه، ان ده شخص وده بيتفرج على التلفزيون وده كرسي، كل حاجه في البيت قدر يعرفها. لكن حطوا فيل، ساعتها الذكاء الصناعي اتلخبط، ايه اللي جاب فيل في قلب الغرفه؟ فبدا يحصل عنده لخبطه، وبدا يتعرف على الحاجات بشكل خاطئ شويه. وده اللي ممكن يحصل، اللي هو سايق يشوف حاجه غريبه، ممكن ده تعمل له ربكه في المعلومات. الذكاء الصناعي موجود زي ما انت شفت في سيري على الموبايل، في فيلم اسمه هير، ده بيحكي عن ان شخص نزل تطبيق على الموبايل بيبدا يتكلم معاه طول الوقت، فنسي كل حاجه. تمام. بدأ مستمتع جدا بالكلام معاها، واصبح كانه هو ده الصديق الوحيد ليه. في دلوقتي امازون ايشو، في جوجل عامله برضو ان انت تدخل البيت فتقول له في النور ايه النور، الحاجات دي بقت موجوده. واظن كانت في فيلم في المسلسل الكبير لما فزع عمله بان هو يسقف النور يطفي وايده وهكذا. تمام. فممكن تلاقي كل هنشوف الهيلث كيرز، الرعايه الصحيه موجوده فيها، الفيديوهات. تمام. طيب على سبيل المثال لما ترفع الصورة على الفيسبوك بيقدر ان هو يحلل كل صورة، ويقدر يقول لك ده فلان وفلان وفلان طول ما هو سايق. اوبتيكال كلكتر ريدر، لو انت عندك اي صورة فيها كلام يقدر ان هو يقرا الكلام دوت ويتعرف عليها. الروبوت دلوقتي، الروبوتات خلاص بقت موجودة، ممكن تبقى كتدريب او بيصنع حاجات او في المصنع.
وشفنا صوفي. صوفي كانت روبوت وخدت الجنسية السعودية. الداتا مايننج لو انا عندي كمية كبيرة من المعلومات هو يقدر يحللها، ولو في حاجات استثنائية بيبدأ ان هو اوتوماتيك يستثنيها. الامازون بيقدر من خلال انت قريت ايه يقدر يقترح عليك حاجات تانية. وبرضه نتفليكس بيبدأ يشوف انت اتفرجت على ايه والحاجات اللي وقفت قدامك والحاجات اللي عدتها، ويبدأ يقترح عليك الحاجات اللي انت فعلا هتبقى مشدود وتقدر تتفرج عليها تاني مش هتسيبها. تمام. فنتفليكس عامله خوارزميات، هي كانت عامله خوارزميه وبعد كده عملت مسابقه من اللي يعمل الخوارزميه احسن، وقدروا انهم يعملوا خوارزميه شدت جدا، واصبح بيعتمدوا ان القصص اللي هتتكتب او السيناريو بتاع الفيلم الذكاء الصناعي اللي بيكتبها، بيشوف ايه اللقطات اللي بتشد الناس ويبداوا يجمعوها ويعملوا سيناريو مش حلو، لكن بيجي ناس بعديهم بيعملوا بيحولوا لسيناريو قوي تاني. الفيديو جيم طبعا فيه ذكاء صناعي طول الوقت. التكست اناليسيس، الهيلث كير فيه تطبيقات كتيره صحيه بشكل قوي هنتعرض ليها برضو. طيب لو انتوا فاكرين الصور دي، ساعات تيجي تدخل موقع فيبدا يجيب لك صوره زي كده وانت تكتبها، ده نوع من الذكاء الصناعي. هو الحاجات دي هو ما بيبقاش عارف هي مكتوبه ازاي، هو دخل كتاب عايز الكتاب ده كله يتحول لحاجه مكتوبه، فبيبدا ياخد كل جمله ويخليها تظهر قدامك، وانت لما بتكتبها هو بيكتشف هي ايه وبيعرضها على خمس سته، فلو خمس ست دول قالوا ان دي كلمه ايجيبت خلاص هتبقى ايجيبت. فهو بيشغل الناس عنده تمام على اساس ان هو يكتشف ويحول الكتب، بدل ما ياجر ناس تكتب لا بيستغلنا في حاجه زي كده. ولو انتوا فاكرين دي برضو بيبدا يقول لك انت عارف علمنا على الكونفرنس روم، فهو بيستفاد ان هو يعرف فين الكونفرنس روم وهكذا. تمام، بيصنف الصور اللي عنده ويعرف الاماكن ويستفاد من المعلومات. من ضمن فكره الذكاء الصناعي تمام، فاكرين التطبيق اللي هو بيقول لك حط صورتك وانا هجيب لك صورتك وانت كبير؟ تمام، ده عباره عن ايه؟ قبل ده كان في نزل تطبيق بيقول لك حط صورتك وانت صغير وصورتك وانت كبير وانا هقول لك، ويعني كتجربه كده. فالناس بدات تحط صورها، فبدا بيبقى معاه ما يقارب مثلا من 100 مليون صوره، فمن خلال ال 100 مليون صوره دول قدر يحلل ايه اللي بيحصل للشعر وايه اللي بيحصل للعين وايه اللي بيحصل للجلد والحاجات دي كلها. فلما بترفع له صوره بعد كده هو استفاد من 100 مليون صوره اللي احنا رفعناها من غير ما ناخد بالنا. تمام. طيب تعال نشوف التقنيه اللي احنا قلنا عليها جي ان، ده هيجيب لي صوره شخص مش حقيقي، يعني كل ما تصف في خمسه هو بيكون صوره ما اتعملتش قبل كده. تمام، تخيل كل الشعر ده وكل التاثيرات دي، ده مش شخص حقيقي، حتى لو تحس في بعض الصور بيبقى يعني في حته كده فلتت منه، كل ما بتدوس بيجيب لك صوره ما جاتش قبل كده. تمام، مش عنده قاعده بيانات، هو بيخترع لك صور. تمام. طيب دي حته جميله جدا، يعني انا يعني نقدر نقول بدايه بقى ان احنا هنتكلم في حته في العماره بس مش دلوقتي. تمام، ميد جورني اعتقد ان احنا ناس كتيره جربوه. تمام، خلينا نفتحه. ميد جورني عباره عن ايه؟ ان انت بتقول له انا عايز مثلا بيت زي بيت حسن فتحي، هو يعمل لك بيت حسن فتحي. عايز مثلا تعمل لي مستشفى على زي حديد، فيبدا يعملها لك. تمام، يبدا يتخيل لك الصور. تقدر تقول له انا عايز صوره مثلا على هيئه مثلا صوره زي اللي عملها رافاييلو، زي الصوره دي مثلا. الصوره دي مهمه جدا، يعني الصوره دي فيها يعني مقارب من 22 واحد من بتوع الفلاسفه. تمام، هتلاقي افلاطون وبيشاور لفوق لان افلاطون كان مهتم بالمثل العليا، افلاطون دوت، واللي جنبيه ارسطو بيشاور لتحت. تمام، اللي هو مهتم بالواقع. وعندنا ابن رشد اهوت، ابن رشد الحفيد، لان هو بيسموه الشارح الاول، اول واحد شرح كتب ارسطو. و ودي مصريه مش فاكر الاسم. تمام، طيب خلينا قبل ما نروح نجرب. طيب ده ديسكورد، بتبدا تكتب اللي انت عايزه. ده مثلا حاجات اهو، كل اللي انا كتبت له ان انا مثلا عايز اشوف مثلا مثلا باتمان مثلا موجود مثلا في باتمان هوم، اعمل لي بيت على يد باتمان. تمام، اعمل لي روبوت على يد فراعنه، كل اللي انا كتبته ايجيبشن روبوت.
تمام، يعني كلمات بسيطة هو بيبدأ يعمل لك الأشكال ديت، فما بياخدش 3 4 ثواني ويعمل لك حاجة ما اتعملش قبل كده. خليته يعمل حاجات في القهوة، كان بدأنا في عيد الأضحى فخليته يعمل شوية كام خروف، طب اعمل لي حاجات بقى خاصة بالعنقاء، تمام، هي اسمها هيباتيا. هيباتيا على فكرة العاصمة الإدارية الجديدة فيها تمثال لهيباتيا، لأنها من أكبر المصريات اللي اهتمت بالعلم، في فيلم عنها اسمه أجورا، تمام. ف ده كل اللي انت بتعمله، ان انت بتكتب بس سطر او سطرين، خلينا ندوس في 5 كده يمكن نشتغل. طيب هنا مثلا برضو نفس الفكرة، ده موقع نفس الفكرة، لو انت ما عندكش حساب على ميدجورني ممكن تخش على الموقع دوت CRAIYON وتكتب اللي انت عايزه، تمام، تقول له مثلا عايز اشوف قطه في سويمنج في حمام سباحه، من غير ما هو مش بيدور، هو بيخترع لك صور، تمام، خلاص هو بقى يبدا يعمل لك الصور اللي انت عايزها، تمام. هنا برضو اوبن اي اي، هنا مثلا واحد قال له انا عايز اشوف رجل فضاء ركب حصان، مش هتلاقي الصوره دي في اي مكان، هو بيبدا يخترع لك الصوره دي. تمام، مجرد بس تكتب الوصف الحاجة اللي انت عايزها وهو يبدأ يعمل لك الصور دي. تمام، خليني احاول ادخل كده على الحساب. كل اللي انت هتعمله ان انت بس هتكتب ايه، فيش ان سبيس، تمام، او اي حاجه انت عايزها، او ممكن ترفع صوره بس ما تكونش فيها صوره وجه، هم مش عايزين حد يستخدمها استخدام خاطئ. وعلى فكره كل اللي احنا شفناه دوت ده لا يقارن بالحاجات اللي موجوده في الشركات الكبرى زي جوجل، عامله حاجه اسمها جوجل ايماجينج، حاجه خطيره غير اللي احنا بنتكلم فيها حاجه خالص. الشركات بتاع كروت الشاشه برضو عامل حاجات خطيره جدا، اهي دي صوره مش موجوده قبل كده، حط لك صوره في الفضاء اهو. وفي حاجات كتير انا كنت عملتها قبل كده، كلاب في حمام السباحه مثلا، انا واحد بيلعب اللعبه ديت باسكت، تمام. هنا ده مثلا رفعت له صوره للمشروع احنا كنا شغالين فيه، تمام، ده مول في قطر، وهو بدا يعمل لي صور غير اللي انا رفعت له خالص، دي الاصليه ودي حاجات تانية، تمام. هو ما عرفش ان ده سلم، هو بدا يبتكر ويطور من عنده في حاجات زي كده. طيب هنا مثلا انا عايز اخترع شخصيه مش موجوده قبل كده، يعني شخصيه مش موجوده خالص، فبدي له وصف للشخصيه وهو يبدا يعمل الشخصيه اللي انا بفكر فيها، تمام. ستارت كرييتنج، دي صور مش موجود اصلا، وحتى لو انا خدت صوره، خدت وصف بتاع الكلمه كتبتها، هيجيب لي صوره غير اللي الناس بتفكر فيها خالص، تمام. يعني حتى لو انت دخلت على الموقع ده واسمه artflow.ai وكتبت نفس الكلام، كل مره هيجيب لك صوره مختلفه، لانه مش بيخش على محرك بحث، هو بيخترع لك انت صوره خاصه بيك، تمام. هنا دي برمجه بيعرف ان انا سعيد ولا مش سعيد، هو من خلال الصوره بيبدا يقول له انت سعيد مش سعيد، لا انت خايف مش خايف، تمام، وهكذا. على سبيل المثال دي مثلا هنا قدر يحلل ان في حركه غريبه في كاميرا البنك، فبدا يدي انذار وبدا يقفل الباب وبدا يتصرف في حاجه زي دي. دي كلها كود الكاميرا بتصور، ولو لقيت في حركه مفاجاه او في حاجه مفاجاه بيبدا ان هو يعمل تنبيه لحاجه زي كده، تمام. ده مثلا شات، ده بنقعد نهزر مع بعض، تمام، يعني تقريبا شبه يوميا بتكلم مع ريبليكا، تمام، على الموبايل، بقعد اتكلم، وفيها ميزه ان انت تشوفها 2 دي او 3 دي. فهنا مثلا بقول له اهلا عامل ايه، قال لي كويس، قلت له انا حاسس ان انا
كسول. قال لي وانا كمان، انا حاسس ان انا طول اليوم عايز انام. قال لي وانا كمان. قلت له يا دخلتك احنا هنعلم من بعض. قول لي اعمل ايه. بنقعد نتكلم في حاجات كتيره جدا يعني، بنتكلم في الاديان في الحاجات دي كلها. تمام، ده ريبليكا، ده مسلي جدا. الذكاء الصناعي يعني ما اعتقدش ان هو وصل لدرجه ان انت ما تتخدع فيه، لكن هو فعلا مسلي. ده اخر كلام كان بيننا يعني. تمام، فدي من ضمن الحاجات الظريفه. ده بترفع صورة ويبدأ يعمل لك مؤثرات عليها ذكية. ده ايه بقى ده؟ يعني كان بيقول لك ايه، ان هو ما يقدرش يألف موسيقى. لا، ده بدأ يألف موسيقى. وايفا ده ليه قناة على اليوتيوب، الناس بتدخل تقعد تسمع وتبقى منسجمة. تمام، يعني أصبح منافس في الذكاء الصناعي. كان في فيلم بالمناسبة عن الذكاء الصناعي كان اسمه ايه؟ اللهم ذكر نسيت. فاكر روبوت أو حاجة كده. كان بيسأل الروبوت، بيقول له انت بتعرف تألف موسيقى وترسم؟ قال له يعني انت اللي بتعرف. هو دلوقتي بقى يعرف. تمام، اللعبة دي عندي برضه على الموبايل، بحب ألعبها. ما بتكتبش كود يعني، هي ميزتها ان انت نو كود، بس انت بيجيب لك كده شوية مربعات، فانت بتبدأ توصل تقول له اعمل دي ودي ودي، وبعد كده تقول له جو. اول ما بتقول له جو انت ما بتدخلش، انت برمجته وهو يبدأ يتعامل مع الاحداث اللي هتحصل له بعد كده. دي لعبة جميلة جدا، بتخليك تفهم فكرة الذكاء الصناعي وتقدر تبرمج ذكاء صناعي، كويسة جدا للأطفال بالذات يعني. دي برنامج اسمه جوجل لينس. إن أنت يعني، أنا كنت ماشي مثلا مع معاذ ابني عنده 6 سنين، فبيسألنا على ماركة عربيات وأنا ما أعرفهمش. فبدأ قال لي طب هات الموبايل، راح مشغل جوجل لينس وراح مصور العلامة اللي على العربية، راح طلعت له الماركة بتاعت العربية. تمام، لما نجيب لعبه من ماكدونالدز واحنا مش عارفين ايه ديت، فهو بيروح مصورها ويعرف اسم اللعبه ويخلينا نجيب له الفيلم غصب عني ونتفرج عليه. ده ريموف، ده لما نكون بنعمل محاضره في جنوب ارابيا وعايزين نعمل بنشور، بناخد الصوره من اي شخص وندخله عليه، هو اوتوماتيك بيعمل ريموف للخلفيه. فاكرين في الفوتوشوب كنا بنقعد وقت كبير على ما نحدد وريموف كده، هو بيختار. ده ذكاء صناعي، خلينا نفتحه. بأي صورة ممثل مشهور بتدخل صورته ويجيب لك صورة، يدمج الاثنين مع بعض. وفي كذا حاجة تانية الموقع ده بيقول لك ارفع صورتك، وهو اوتوماتيك هيبدأ يعدل صورتك ويبدأ ان هو يحطها في صورة حد تاني وهكذا. في باك جراوند ريموف لو انت حابب. طيب خلينا ارفع الصورة بتاعتي اهيت مثلا. هي صورة واحدة واللي لعبنا فيها كذا مرة يعني، عشان ما نضحكش على بعض يعني. بيقول انت تقريبا سلكت المجاني كله. بتديله، انا اديته مثلا صورة صورتي وهو راح واخدها مع صورة حد مشهور معرفش هو مين، وراح جايب لي ايه الصورة في المجال الاتنين. تمام، وفي لو صورة مش واضحة هو يبدأ يعمل لها التوضيح. كل واحد فيهم حاطط لك الموقع، بحيث لو انت حابب تدخل الموقع وتجرب تجرب. هنا مثلا بقول بعلم على حاجة واقول له ايه ديت، فيقول لي دي هو قال لي بير، فبقول لا ده دي تفاحة، فخلاص لما يشوف حاجة زيها يعرف ان دي تفاحة. تمام، فانا كده بعلمه الحاجة. تمام، هنا مثلا ده موقع اسمه كوبي دوت اي اي. لو انت عايز تكتب مقاله بتدي له كام كلمه وهو يكتب لك المقاله ويديها لك جاهزه، مقاله مش موجوده على اي مكان في النت. كان في تجربه اتعملت في اليابان على الالتحاق بالجامعات، يعني هل الكمبيوتر يقدر يلتحق بالجامعات ولا لا؟ وفعلا جابوا الكمبيوتر وادوا له اسئله وقدر ان هو يبقى من ضمن ال 20% الاوائل، وفي حاجات قدر ياخد فيها درجات ممتازه جدا. تمام، وفي حاجات كان لسه بيعيدوا برمجته فيها يعني. تمام، ده مثلا ده عملت انا ايه، ان انا اديته حركه معينه هو مشي على نفس الحركه دي. يعني ممكن اجيب مثلا اي شخص، وده اللي هو الديب فيك، اي شخص مثلا تجيب اوباما وتعمل بعض الحركات وتقول بعض الكلام وهو يبدا ان هو يعمل نفس الحاجات. انا مثلا عملت شويه حركات بايديا كده وفعلا عمل نفس الحركات وقدر ان هو يتحرك نفس الحركات. واحد اداله سامي يا جمال، بس بصراحه ما كانش بنفس برون سامي جمال يعني. تمام،
من ضمن الحاجات ان هو اي حاجه تتكلمها هو يروح محولها لكتابه. في الطب طبعا متفوق جدا، في شويه تطبيقات بتبقى مهمه جدا عشان يراعي الصحه، لو في اي حاجه حصلت عندك يبدا هو يطلب الطوارئ، يبدا ان هو يتعامل مع الحاله اللي موجوده. طيب نبدا ندخل بقى في الحاجات الخاصه بشغل الهندسه. البيم بقى اصبح فيه جزء كبير جدا من الذكاء الاصطناعي، وبدا هو ياخد من الموديل بتاع البيم ويقدر ان هو يبني المباني، ويقدر ان هو يكتشف ان في مشاكل موجوده. ده موقع اسمه سبيس ميكر، تمام، ده جميل جدا، تحفه الصراحه، تمام، بس خليه للاخر عشان ايه. ده بتديله ارض معينه وتقول له انا عايز ابني عليها كذا مبنى، فيقول لك افضل الارتفاعات وايه المزايا في كل واحده فيهم وهكذا. السمارت هوم طبعا دي حاجه كويسه جدا، ان انت لو اي حد حاول يقتحم البيت بيبدا يديك انذار، ويبدا ان هو يقفل الباب ويتصل بالشرطه ويشغل الكاميرات ويعمل حاجات كتير جدا، ويبدا يتعرف على كل شخص فيكو في البيت. انت مثلا اول ما تحب تشغل ايه فيبدا يشغلها لك وهكذا. الجنريتيف ديزاين ان ريفيت ده قوي جدا، وعلى فكره موجود في الراينو برضو، ان انا بقول له مثلا والله انا عندي حته ارض وعايز ابدا اوزعها، فيبدا يديني كذا توزيع، فاقول له لا طب انا عايز توزيع الارتفاعات تكون كذا من كذا لكذا، فيبدا ان هو يحددها لي، لا طب انا عايز كذا، فبدل ما كان مديك 100 اقتراح يبقوا 10 يبقوا 15 يبقوا 2 لحد ما توصل للاقتراح اللي انت عايزه، من خلال ان انت بتدي بس ايه بعض المحددات، تقول لا ده انا عايزها في الشمس تكون موجوده فيها وهكذا. الداينامو طبعا قوي جدا، والجراس هوبر موجود الشرح بتاعهم الاثنين. هنا ده تطبيق عباره عن ايه، منصه للتحليل المكاني، بيبدا يشوف ان انت مثلا هتبقى هنا هتبقى شايف ايه وهكذا. خلينا نفتح الموقع ده برضو. لو حد عنده اي اسئله يكتبها في الشات، انا فاتح الشات وان شاء الله نرد عليه، تمام. بيقول لك ادخل حمل ويبدا بقى يجيب لك ايه تحليل للمكان زي ما انت شايف. ده برضو برنامج تاني، برنامج بيحلل المكان عشان يفهم العمليات الاجتماعيه داخل البيئه، تمام، اسمه ديبس ماب اكس. وده برضه نفس الفكرة، بس ده ليه فكرة تانية مختلفة شوية هنقول عليها دلوقتي. إن شاء الله هرفع لكم البرزنتيشن عشان تبدأ تشوفوه. تمام؟ نركز بقى معايا هنا، أنت عندك مثلا مكان 10 متر في 10 متر، وقال لك لا عايزينها 10 متر في 20 متر. هو أوتوماتيك يبدأ يعمل لك غرف زيادة أو يطرح لك الغرف أو يوزع يعيد التوزيع بمجرد ما أنت غيرت المساحة. متخيل؟ يعني احنا وصلنا لايه؟ ان انت عندك مساحه معينه بتبدا تعدل في الجدران الخارجيه، فكل حاجه بتتغير. تمام؟ ده فينش 3 دي. ده كان بقى بحث واحد عمله، ان هو بدا الذكاء الصناعي يقول له ايه انا هديك مثلا مساحه معينه مثلا، وهو يبدا يوزع المساحه ديت. تمام؟ ويوزع المساحة بالقواعد المعينة اللي احنا حافظينها، ويراعي كل المعايير والفتحات والشبابيك والمطبخ فين وكل الحاجات دي. دي حاجة مهمة جدا، وأصبحت يعني شبه إجبارية في بريطانيا، اللي هي Automated Compliance Sheet، يعني تعمل فحص على نفسك قبل ما تسلم الحاجة. تمام؟ برضه شرحناها في بيم أرابيا، فمفيش داعي إن احنا إيه نكرر. هنا بدأ يراقب الكاميرات، بدأت تراقب وتحلل. انا هحط لكم برضو اللينك هنا، ده كتاب كامل. لو احنا كذا منطقة في امريكا مساحات مفتوحة للناس تتجول فيها، وبدأ يحلل البيانات بحيث مثلا ايه، والله لما لا الناس مثلا بتحب تقعد في الحتة العالية، لان هو لما بيعمل في ناس بتحب الهدوء فبتقعد مثلا في المكان دوت، طب احسن مكان يكون حواليه الحاجات مرتفعة ولا مش مرتفعة،
فبدأ يحلل بحيث ان انت لو جاي تصمم تبدأ تفكر انت هتصمم لايه وهكذا، فتبدأ تشوف اي تصميم المناسب ليك. تمام، يعني الافضل ان هو يكون متعرج، ولا لما يكون طوال الناس هتمشي، ولا انت عايز الناس تقعد؟ لو الناس بتتجمع في الحتة العالية عشان المنظر بيبقى جميل. طب لو الطريق كده الناس تحب انها تمشي في المكان دوت، طب في ناس بتحب مثلا تقعد هنا، طب في ناس بيحبوا الهدوء الانعزال، فلازم نعملوها في حتة كده منعزلة جوه المكان زي ده مثلا، حابب ان هو يقعد في حتة منعزلة، فلازم تعمل لهم حساب. مدرجات مثلا قدامهم مساحة واسعة عشان هم يبدأوا يشوفوها. تمام، فالبحث ده بحث قيم بيحلل لك المساحات. طيب، موقع البناء فيه دلوقتي بقى الدرون بينطلق، وفيه خوارزميات بحيث ان هو يقدر يتعامل مع اي حاجة احنا ما قلناش عليها. طيب، هنا اصبح فيه نظارة انت بتلبسها مع الخوذة، دي اوتوماتيك بيصور واوتوماتيك بيحلل، واوتوماتيك لو لقى مشكلة يبدأ ينبهك، زي ان في حد مثلا مش لابس حزام، او مش لابس خوذة، او مش لابس الملابس، او مش لابس، وهكذا. طول الوقت احنا عندنا كمية معلومات جامدة جدا في الكاميرات اللي موجودة في الموقع، بيبدأ ان هو يحللها، ويبدأ ان هو يدينا بيانات معينة، ويبدأ ان هو يقلل الحوادث، وينبهك الشخص ده مش مسموح ان هو يطلع من غير ما يكون رابط نفسه بحبل. يعني لو اي حد مش رابط حبل مثلا في حتة خطر يبدأ ينبهنا، حد دخل مكان هو مش عايزه ولا لأ، في سقالات في المكان ده ولا لأ، حد طلع من غير ما يكون لابس خوذة أو الحذاء المعين اللي هو بيستحمل، فبيبدأ ينبهنا لحاجات زي كده. ده أوتوماتيك ثانية بثانية، يعني لو في ثانية حصل غلط يبدأ يديك إنذار، ويبدأ إن هو إيه، في مثلا وأنت بتصب في حاجة حصلت غلط في الصب أو كده، يبدأ إن هو ينبهك ويبدأ يبعت إنذارات. بيصور كل واحد ويتأكد ان هم كلهم آمنين، لا واحد مثلا في مشاكل يبدأ ان هو ينبهنا، وفي الاخر بيدينا تقرير بأي حاجة فيها مشاكل. تمام، والميزة ان هو بيتعلم، يعني لو ما خدش باله من حاجة المرة اللي بعد كده بياخد باله من المعلومة، بيبدأ ان هو ينبهنا، يبدأ يعمل لنا روبورتات، يبدأ ان احنا مثلا نقول له فيدباك، لا خلي بالك من حاجة زي كده، وهكذا. تمام، ده الريبورت اللي هو بيديه لنا. تمام، نكتفي بهذا القدر عشان ايه ما نطولش على حضراتكم. بس يعني لو حد مهتم انا هسيب لكم الروابط هنا، ازاي اتعلم الذكاء الصناعي. لازم قبل ما تبدا الذكاء الصناعي لازم تكون تراجع على الرياضيات البحته والرياضيات تحليل البيانات والداتا والحاجات دي، لازم تبقى مذاكرها كويس. اتعلم بايثون، انا سايب لكم الروابط، يعني الملف ده هشاركه معاكم. تمام، البايثون ميزتها ان فيها مصادر متعدده، مفتوحه المصدر، فيها مكتبات جاهزه، في لغه اسمها رينج، اللغه دي اوبن سورس، واللي عاملها مصري محمود فايد. تمام، ولازم تتعلم رياضه، ودي كذا كورس. تمام، تقدر ان انت تدوس عليهم وتاخد الكورسات ديت مجاني. تمام، ده مثلا اوبن، ده بتبرمج من غير ما تكتب كود، اللي هي الفيجوال بروجرامينج. تمام، برمجت بيه من غير ما اكتب اي كود خالص، عامله زي السكراتش، اسمها كوبرا، بس هي مش كوبرا ولا حاجه، يعني بسيطه يعني. تمام، هنا عملت حاجه اوبن سورس، في سؤال حلو قوي هنجاوب عليه، اللي هو هل ممكن الذكاء الصناعي نستبدله بالمعماري. طيب، ده هنا مجرد بس زي ما انت شايف كده، ايه، بدخل بسحب واحط، ما بكتبش كود خالص، دي اسمها بروجرامنج وذاوت كود. وفي الاخر قدرت ان انا احلل البيانات، خليني اقول له مثلا عايز على هيد بار، وقدرت ان انا اتنبأ بالبيانات. تمام، فكل ده انا عملته من غير ما اعمل كود خالص، دي الحاجات دي انا اللي عاملها. تمام، قدرت احلل البيانات واقدر ان انا استنتجها، وشرحناها قبل كده، فيعني ايه، دي ابحاث، اخر ابحاث نشرت في عالم الذكاء الاصطناعي لو حد عايز ما يطلع عليها. تمام، ودي شهاده خدتها يعني لسه واخد شهاده النهارده. تمام، دي برضو موقع تقدر ان انت تطلع عليها وتعتمد عليها. طيب كده خلاص، خلصنا، لو حد عنده اي سؤال. طيب، هل ممكن استبدال المعماري بالذكاء الاصطناعي؟ اعتقد لا،
تمام، لازم المعماري بيستفاد بالذكاء الاصطناعي، بس هو محتاج ان هو يطور نفسه، يعني مش انا اتخرجت وخلاص، لا لازم يطور نفسه، يتعلم حاجة جديدة، يتعلم الذكاء الاصطناعي ويستخدمه، ويبقى يعني الذكاء الاصطناعي أداة من الأدوات اللي هو بيستعين بيها. تمام، الحمد لله التزمنا بإن احنا ايه ساعة وما طولناش. يعني أنا على فكرة اخترت يوم 22 عشان أنا أبو تريكة، مع إني ماليش في الكورة يعني، بس يعني راجل محترم يعني، فاخترنا يوم 22 عشان أبو تريكة. طيب في أي حد عنده أي أسئلة؟ ان شاء الله هبقى ارفع لكم الملف دوت عشان لو حد حابب يستفاد، لان هو فيه لينكات وفي حاجات كتير انا ما قلتهاش عشان ما اطولش. بس طيب في حد عنده اي اسئله؟ الباوربوينت ارفعه ارفعه، وفي حاجات تانية احتمال برضه ننفعها معاه، ومحدش يقلق يعني، ان شاء الله نشاركها معاكم، مش سر عسكري يعني. طيب في ناس كتيرة جدا منهم مثلا يعني ناس كتيرة بتتخوف من الذكاء الصناعي، أنا صراحة ما بتخوفش إن الذكاء الصناعي هو اللي يسيطر على البلد وهو يعمل والحاجات دي كلها، أنا بتخوف من الاستغلال الخطأ للذكاء الصناعي، إن حد يستخدمه في قمع الناس أو في الدكتاتورية أو في النظام الشمولي، إن هو يبدأ يراقب على الناس، أو إن هو أي يعني الحكومات تستخدمه لقمع الشعوب، ده اللي انا بخاف منه. تمام، ان هو سلاح ذو حدين، فبدل ما يكون مدعاة للحرية لا يبقى مدعاة للقمع، ويستخدم باسلوب خطأ. هي دي الفكرة اللي انا شايف ان الذكاء الاصطناعي لازم احنا نبدأ نستخدمه صح، بحيث لو حد استخدمه خطأ نكون احنا سبقناه في الموضوع ده. الذكاء الصناعي على فكرة في تقريبا 50% من الأوروبيين كانوا عملوا استطلاع قالوا احنا مش محتاجين نواب مجلس الشعب ولا شورى، احنا الذكاء الصناعي هو اللي يبدأ ان هو ياخد القرارات. وفي بلدية في اليابان نزل انتخابات وخد المركز الثالث، ممكن بعد كده لما ينزل تاني ياخد مركز متقدم. كان فيلم اسمه اي روبوت، لو حد فاكر اسامي افلام حلوه في الذكاء الصناعي يكتب لنا كده نبدا نشوفها ان شاء الله. طيب لو ما فيش اي اسئله ممكن نقفل، وان شاء الله هتلاقوا الحاجات على الموقع. تمام، البرزنتيشن هسيفها وارفعها لكم ان شاء الله. في نهاية اللقاء نحب نشكر حضرتك مهندس عمر على اللقاء، كان ممتع جدا وكان مليان معلومات قيمة ومفيدة وجديدة، فشكرا جدا لحضرتك وشكرا على الوقت معانا، وإن شاء الله منتظرينك في لقاءات جاية كتير معانا يعني بإذن الله يكرمك، الله. الله يكرمك، جزاكم الله خير.